مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد يحطوا الرحال بالمحرك ديال مولاي عبد الله. عشاق تبوريده لا بغيتو تستمتعوا وتمتعوا معنا وتسمعوا هكا البارود، اجيو معنا. هذه كتنتمي لسانية بركيك، سانية بركيك عمالة سيدي بنور. انواع ديال يعني الفرسان اللي كتركبوا عليهم؟ انواع ديال الفرسان اللي كنركبوا عليهم هنا هو بارب واراب معروفين، الفرسان اللي كنشاركوا بهم في الاقصائيات. وغادي مزيان في هذه الاقصائيات ديال الربيع ديال مولاي عبد الله؟ والله لك الحمد، غادي غادي مزيان. نادم نادم هي السلامه، السلامه هي كلشي. وكي درتو يعني في هاد العامين ونص ديال كورونا ما ركبتوش نتوما مولوعين بالركوب على الخيل يعني في هاد الفتره ديال كورونا كي درتو؟ واش نقول لك اخويا، هاد الفتره ديال كورونا كنا كنترينيو حنا في الدوار، غير في الدوار كنركبو بالرغم ان ما كانوش طارق لينا البارود وما كاينش مهرجانات كنركبو تما كتركب العود وتبع كورونا تقول لي عطيني اتساع. كنجمعو الدراري وكنترينيو تما كلشي اللي كاين. اليوم الاختتام ديال المهرجان الربيعي ديال مولاي عبد الله امغار، يعني كي دازوا هاد اليومين اللي قبل الاختتام؟ الحمد لله تنظيم في المستوى واللجنه المنظمه واقفه على هاد الشيء. الصربات دايرين لبس موحد، الخيول الا كان عندك اقل من 15 ما تدخلش ما تشاركش. هادشي يعني قانون ديال هذا قانون، يعني هذا قانون ديال المباراه، وهما اللي تبعوا هادشي ديال 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 التنظيم، والحمد لله داكشي غادي في المستوى غادي. التواجد ديال الجمعيه المغربيه لاسعاف الانقاذ المدني هو في اطار التطوع اللي كتقوم به كجمعيه مدنيه مستقله عن جميع الجهات. التواجد ديالنا كمركز اسعافي كيف ما كنكونوا دائما في جميع التظاهرات الرياضيه الثقافيه الاجتماعيه والتقليديه بحال اليوم. التواجد ديالنا من اول يوم، الاول وثاني وثالث يوم، للوقوف على اي حادثه ممكن توقع على قدر الله. يعني في هاد يومين، هاد يومين اللي فاتوا ما وقع حتى شي حادثه؟ اصابات طفيفه. تدخلوا الاخوان ديال الجمعيه المغربيه اسعاف وانقاذ مدني بطبيعه الحال المتطوعين مع الاخوان ديال الوقايه المدنيه باش يديروا ليفاكياسيون ديال المصابين من المحرك الى المركز الاسعافي. من بعد داخل المركز الاسعافي كنقوموا بالاسعافات الاوليه اللازمه، وان استدعى الامر كانت واحد ليفاكياسيون وحده الى المستشفى، ولكن الحمد لله الاصابات كلها طفيفه. كنشكروا الجهه المنظمه، كنشكروا جماعه مولاي عبد الله انها رجعت لنا هذا الحماس هذا من بعد سنتين ديال الانقطاع من وباء كورونا. قالوا لي انت العشاق ديال التبوريده. اكيد انا بنت دكاله وبنت جديده، وجدي الله يرحمه وعندي خالي ولاد خوالي يعني كلهم كيديروا تبويضه، تمنيت ندير تبويضه ولكن كنخاف شويه من العود، غير كنقرب حداه ما نركبش عليه. اخ من جديده؟ لا من تنغير. من تنغير وجاي تحضر؟ جاي نحضر الموسم ديال مولاي عبد الله امغار، اختتام ديالو اليوم. اختتام ديالو اليوم. هادشي ديالكم تبارك الله زوين ما شاء الله. يعني الاخ مولوع بالتبوريده؟ نعم مولوع، مولوع عزيز علينا نتفرجوا في المواسم في هادشي ديال التبوريده من شحال هادي. يعني كنتي في تينغير كانت عندك شي مسابقه واقيلا ديال الماراثون من تماك جيتي؟ الا كانت مسابقه في ازيلال في الدوره الاولى ديال نصف الماراثون. نصف الماراثون؟ نصف الماراثون، وانا جريت في العشرة، العشرة كيلومتر، 10 كيلومتر النسخة الأولى من طرف واحد الجمعية ديال في أزيلال، وداز داك الشيء معتبر تبارك الله. مزيان وجريتي دابا من أزيلال حتى مولاي عبد الله جيتي كتجري، جيت فوتينغ. لا جينا، المهم جيت أنا والصديق ديالي اللي عنده الجديدة الأزمور، وجينا دابا المهرجان باش تحضروا لهذا المهرجان الربيعي ديال التبوريده. تماما تماما. مرحبا الأخ، واش من جديدة؟ من إقليم جديدة نواحي أزمور. جيتي للمهرجان اليوم ديال الاختتام ديال مولاي عبد الله أمغار؟ جيت ليه. كيعجبك المواسم؟ تعجبك التبوريده؟ كيعجبني التبوريده ديال في المغرب كامل، انا مولوع بالتبوريده. مولوع بالتبوريده؟
وقلتي لي انك جيتي من واحد المدينه باش انك تجي تحضر الموسم. جيت من اقليم ازيلال. اش كنتي كدير تما؟ كان ماراثون دولي. انت عداء مغربي؟ عداء وكندير التحدي. وكدير التحدي؟ التحدي. وتحديتي وجيتي من ازيلال باش تحضر الاختتام ديال مولاي عبد الله. تحديت. تحياتي لك. شكرا. تحياتي. شكرا. شكرا.